سكتوا. وانا جايهم محاضره ما انا قرايبه، وفي ناس اخطر من القراي في البلد دي. والقراي بالمناسبه هو بليد ما فاهم. القراي قدم خدمه والله للاسلام، لو دفعنا له مليارات الجنيهات ما نقدر نحن نقدم خدمه زي دي. لانه عر العلمانيين. زمان لما نقول العلمانيه هي الكفر والشيوعيه هي الكفر والمدنيه لا تعني ضد العسكريه وانما تعني لا دينيه، هم كانوا بيغلطون العلمانيين وبيشوه ويفكوا شبهات للمسلمين في السودان. لكن الان اهو دي المدنيه، اهو دي العلمانيه، صح ولا ما صح؟ اهو ده الالحاد، اهو ده منهج احزاب الحريه والتغيير. اهو ده في زول بيقدر يتكلم معانا؟ منهجهم انه يجيبوا صوره لواحد عريان قالوا ده الله، واحد عريان وجهازه التناسلي ظاهر قالوا ده ادم، وقال ما كتبنا الله لكن دي صوره خلق ادم. قال لك بيجوز تصور ادم منو؟ ادم ده مع نبي ابوك يا القراي، ممكن نجيب صوره كده خياليه له عريان؟ انت بصلاتك دي ممكن نجيبك عريان حتى لو لبسناك في نيله حمالات بتقبل يا مستعبل؟ بتقبل الكلام ده؟ قال بس دي ادم، ادم ده ابو البشر، ده اول نبي، اول نبي يا مجرم يا محتال، اول نبي ربنا نبه الى اهل الارض وهو ابونا كلنا، تجي تستهتر به وجايب صوره دي حقت الله؟ وربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا عز وجل يقول فلا تضربوا لله الامثال. واصل المقطع هذا؟ اثنين. لكن الشريعه الاسلاميه ما صالحه لكل زمان وكلام. الشريعه الاسلاميه صالحه بس للعقرن السابع الميلادي والقرون الثلاثه مما هي مثله بتشبه في مستوى التطور. لكن مما البشريه قفزت بعد الحرب العالميه الثانيه ما اصبحت القوانين ممكن تحكم البشريه قبلها يمكن ان تحكمها. طيب يا جماعه نناقشوا بالعقل. لو اي شيء قديم، هو رفض الشريعه لانه قديمه والقرن الكم الميلادي، صحيح ولا ما صحيح؟ لو اي شيء قديم ما نافع، منهج الجمهوريين قديم ولا جديد؟ في البلد دي قديم ولا جديد؟ محمود معمطاه قاعد اسعى؟ منهج قديم وانت ذاتك قديم، معناته انتم ما نافعين، صح ولا ما صح يا جماعه؟ لكن الفرق انه ذاك دين رب العالمين الخلق العباد ويعلم ما يصلحهم، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فنزل لهم ما يناسبهم لأنه خلقهم وهو اللي يعلمهم.